صباح الخير يا ادهم بيه. صباح الخير يا سامي. هاتي لي كشوفات حساب البنوك كلها. ها حاضر. الو ايوه مالك؟ ايه مال موبايلك؟ طب معلش معلش مالك، فكري بقى بسرعه فيلم من افلامك لحسن ما باجي طلب شوف حسابات البنك. طيب يلا يا ماما، باي باي. جاهزين يا واد يا صقصق؟ جاهزين يا معلمة. طب يلا رقصنا. هوبا. خلاص هطني شك وشفتك عقلي شك، الأنسة زيزي جوه؟ الأنسة؟ اه موجودة اتفضل. هي دي اللي عارفة. أنسة زيزي؟ أنسة؟ في حاجة حضرتك؟ أصل بقالي كتير ما سمعتها. بتضحكي الضحكة يا ترى. أهلا وسهلا. وتطلع مين بقى بسلام؟ أنا رشدي، رشدي بتاع الدعاية من طرف جمعة كوافيركي. طب تعالى. ممكن بقى اعرف يا انسه مش زيزي ايه نوع السلعه اللي حضرتك عايزه تعليني عنها؟ سلعه؟ وانت شايف لي قدامك ايه؟ علبه سمنه؟ ده انا عايزاك تطبع ورق عليه صورتي وهدايا عليها اسمي وشنط بلاستيك واقلام ونتايج. ايه ده كله؟ هو افتتاح صيدليه. وانت مالك انت؟ هو انت شريكي ان شاء الله تطبعي مسكيات. وعايزاك كمان يا اخويا تعمل لي اعلانات قدام الكباريه وعليها صورتي دي. حلوتي ماشي بس دي عريانه قوي. جرى يا اخويا؟ هو انت شايفني قدامك مدرسه؟ بقولك ايه، انت شكلك كده مش مريحني. عارف لو الشغل ما عجبنيش شايف الاثنين اللي وراك دول؟ الحقيقة شايف حتت منهم. تخيل انت بقى يا عنيا الحتت دي ممكن تعمل فيك ايه؟ لا في صورة عريانة اكتر من كده. طب جوز حضرتك موافق على الصورة دي؟ اهو جه. خبي الصورة دي، خبي الصورة دي. تعالى يا حام، تعالى يا حبيبي، قول لي ايه رأيك في الصورة دي؟ حلوة قوي يا حبيبتي. عجبتك؟ ده مبسوط. عندك مانع؟ لا ابدا، نبقى كلنا مبسوطين والحتت مبسوطه زي الفل، ما عنديش اي مانع. ماشي انا راح اخلص الشغل واجي لك على طول. وعينيا ليك. يا سلام يا سلام عليكم. سامع محامد؟ الله على شنبك. الله سلام عليكم. ممكن تطفي السيجاره؟ ايه دي محطه بنزين ممنوع. ايوه بس لسه مولعها. طب بقول لك ايه، لف لفه كده عقبال ما اخلصها. العربيه ما فيهاش ولا نقطه بنزين. طب خلاص انت مزعق ليه؟ كفايه كفايه، وصلت للفلتر. كنت شميت ريحته كذاب يا ساتي. احط كام؟ حط 10-80 وعينك على العداد وخليه يتوصل. التمانين بيخلي العربيه تكركر. تكركر ده ايه وانا راكب جوزة؟ حطه وانت ساكن. يا ساتر على الطمع. يا نهارك اسود ومنيل. افتح يا ملك. مش هفتح مش هفتح الا لما ترجع لي الموبايل. بقول لك افتحي. ده انا هفتح دماغك واكسر رقبتك على الوديعه اللي كسرتيها دي. مش هفتح مش هفتح كده. انت فاهمه يعني ان انت كده بتلوي دراعي يا ملك؟ وهفضل حابسه نفسي كده لحد ما اموت من الجوع. انا عايز اموت كده. طيب يا ملك، طيب يا بنتي. يا ملك الوديعه معادها شهر 5،
تكسري الواد يا ابن معظم يومين ليه؟ ليه يا مفترية؟ ربع مليون جنيه بتديهم فين؟ رد عليا البورصة بتديهم في البورصة بورصة يا دي البورصة ولا يا اختي مش هخلص من البورصة دي اللي عمرك ما كسبتي منها عجيب ها؟ البورصة دلوقتي قطع لها دم ودوت الشارع وبعدين دي فلوسي ورثة أمي أمك كانت شحاتة أمك ما عرفتهاش حاجة يا أختي أنا اللي كنت بنت الفلوس لأمك قبل ما تموت ويا رب أموت أنا كمان عشان تخلص مني يا رب يا أختي يا رب تموتي وروحي في 60 داهية يا رب يا رب ريحني منها يا رب ريحني منها بقى يا رب وادي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها سمعتك على فكرة ده شغل شغل يا جهلة انت ما روحتش لا في ايه هلا في ايه مالك في ايه يا بنت مالك الله الله يا كريمة كريمة بقى بس كريمة الله في ايه يا بنت في ايه الفنانة الحملات الرهيبة دي دي مش رهيبة دي جل دي حلوة قوي شكرا انت هتكلم بابا امتى ليه وعايز فنلات لا لا طب بص اديله رنة وهو هيتصل بيك اه رنة عارف انا موضوع رنة ده بقولك ايه يا كريمة نعم انت ما بتزهقيش هو انت شايفني وحشة هو انا بس اللي شايف كده طبعا ما انت بقيت تقعد ده الرقصة دلوقتي انا اللي طلعت وحشة احترمي نفسك الشغل بتاع الرقصة والحانوتي على الكمبيوتر هنا انقليه على ديسك وبعتيه المطبعة وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه فاهمة ولا مش فاهمة؟ حاضر اوعي ماشي يا رشدي اشوف انا ولا رقاص دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها يا ادهم بيه حضرتك ليك منافسين كتير اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه ما هو ده اللي مجنني الغسالات ما بتتباعش ليه الناس بدك تدور انت كمان هلا سيك شرب بنزين وخلاص انا ركبت يلا يلا هوري من هنا لندن استراليا وطوكيو ونيويورك ليه مش حاطين توقيت الشرابيه يعني ده الشرابيه دي فيها شغل كده بس اللي يلاحق يلا جرحت الشنطه بعتيلي سالي بسرعه يا غادة حاضر يا فندم مين ده يا غادة؟ ده ادهم بيه طب يبقى سلمي لي عليه بقى سلام عليكم رايح فين؟ ها قلت اقف شويه في ايه يا انكل؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ شش ولا كلمه تعالي قولي ها 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 انت ضربه فسيخه الصبح ايه ده؟ على مو انا ظلمتك ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي الاستاذ ده عايز حضرتك عاوز ايه ده اخر رشدي اباظة وده عاوز ايه جاي يدور على سامي جمال هنا انا مش فاضي بس بيقول انا عايزك في شغل خليه يدخل وانت لما حاجتك بسرعه يلا اتفضل انا ايوه انت اتفضل دوري جيت سيبيه انا داخل يا رب يا ساتر بره افتع بره ده انت مجنون قال كل نفسك قبل ما حد يجي مجنون انت افتع بره انت كده بتخسرني يا سيدي ده انت خسرتك مكسب بره بره اسمع بس انا عايز اقولك ايه تاني هو كان في اولاني قلت بره طب ماشي حاضر حاضر بص خد الكارت بتاعي معاك خليه معاك احتياط احتياط حاضر يا سيدي رشدي يا باظة زكي روسو اتفضل بره هاتولي بتوع الامن انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن تطلب لي الامن ليه انا عندي شركه زي زيك بالظبط زي انا يا حقير يا واطي طب وليه قلت قلت ايه قلت ايه يا انت قلت قلت ايه قلت ايه قلت ايه اصبر مش لاقي غير قله الادب قلت 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 سادة ملهاش شفت حاجة تحير ليه بقى قلة الأدب دي خدوه برا الله خدوه برا البدلة أنا أما وريتك والصغير بيصير ويكبر يا أدب
يعني هو مفيش غيرك في السوق؟ ماشي. انا هربيك. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادم. اتفرجوا شوفوا شغلكم. يلا وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على محسابك. اتفضلي اتفضلي. حاجه غريبه. قلت لك سامح ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله الاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله تربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. انت بتعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا. ايه ده حبيبي يا اخي؟ ايه ده يا جماعه، احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم، دي فسحه خمس نجوم، ما تقلقش، دول كلهم حبايبي واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله ده كويس، ده اوانه رشدي مش اوانه. خد يا عم قطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده، انا هوصلكوا على الشاي. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم ما تخافش. ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات. كنت شد. ايه ده مخدرات ده يا راجل؟ حبيبي مساء الفل. مساء العشاء يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده بقى هيروح في دايه. لا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعميه. طعميه؟ هو انا قلت طعميه؟ يبقى انا قلت بس. يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي انت ازاي جايك لو سايباني في المصيبه اللي انا فيها دي؟ في ايه؟ في ايه؟ مصيبه ايه؟ طنط. ازيك يا طنط؟ ازيك حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن دي الجنن، تعالي استني مفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبتل. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك، يا ملك عايزه انام، بقالك ساعه بتحكي لي باباكي عمل ايه؟ يا ولاد صباح على خير. وانت من اهله يا ماما. انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك، هو اخوكي فين؟ في نبطشيه. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس؟ ملك مين ده يا ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه وقولي لي. انت مش شايفه انا عامل فيه ايه؟ الحاج يا بابا.